ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج الجدي وتوقعات الاسبوع الثاني لشهر نوفمبر لعام 2020. برج الجدي احنا عندنا الاسبوع الثاني هيكون يعني في ايجابية حلوة، في عندنا ايجابية لانها هنخرج من حالة نفسية معينة الى حالة افضل، الى حالة احسن. هيكون عندنا اصدقاء بيتكلموا معانا، عندك اصدقاء قديمة بترجع لنا، عندك في موضوع في استبشار ليه علاقة بالوضع المهني او الوضع المادي ان هو هيتحسن، عندك رجوع حق اتاخد منك او اتسرق منك خلال الفترة اللي كده اللي ممكن اللي قبل كده اللي ممكن اصلا تدخل في سنة فاتت، فعندك فعلا في رجوع لحق. عندك بس خلال الاسبوع التاني شوية وجع دماغ ليهم علاقة بالتجديد، ليهم علاقة بان انت بتطور من نفسك، ليهم علاقة بان انت بتغير، بتشتري شقة جديدة، بتغير نظام، بتعمل حاجة ليها علاقة بشيء استقرار، عشان كده انا بقول ان ممكن يكون بيت مثلا. فعندك فيه فعلا موضوع استقرار شاغل بالك جدا، وعلى فكرة ممكن يكون برضو موضوع مهني او دراسي لانه بيدخل في حتة الاستقرار شوية. وعندك الوضع المهني فعلا انك بتدور على حاجة او منتظر حاجة هتجيب لك فلوس، او ان انت هتدخل في موضوع كبير ليه علاقة بالوضع المهني هيحسن كتير مستقبلك ويحسن كتير الفترة اللي بعد كده. عندك كمان في حالة من التجديد روحك وتجديد حياتك، وان انت في اشياء مش عاجباك، في اشياء انت حاسس ان انت لا عايز اغير نفسي، عايز اغير طريقتي، عايز اغير نظرتي للعالم ونظرة الناس ليا، فبالتالي انت عندك ده، يعني عندك ده جدا جدا. برج الجدي كمان عندك حاجة مهمة، ان عندك في استقرار مع العائلة، وده انا بعتبره شيء مهم لان انت كان عندك لخبطة وكان عندك فهم خاطئ وكان عندك ان انت حاسس ان انت مش عارف، يعني مش عارف هل انا غلطان، هل هم ليه بينتقدوني، ليه مش عارف. فعندك كان في ده كتير، يعني انت مش عارف السبب، ولكن عندك حالة من انك هتلاقي ان الاهل لا قريبين منك، ان هم عايزين ان هم يقفوا معاك، يساندوك، يساعدوك، عايزين ان هم يطبطبوا عليك، فهتلاقي ده جدا جدا. عندك غيرة وكان عندك بعض الشك في الوضع العاطفي، او مش مرتاح في الوضع العاطفي، وكان عندك طرف ثالث، ولكن الدنيا بدأت تتحل، يعني هيكون عندنا تحسن شوية. ده بالنسبة للناس اللي هم المرتبطين. عندك ان انت عايز ان انا فوق، مش عاجبني حالي، مش عاجبني ان انا في لخبطة وخلافاتي مع الشريك، خاصة ده مع بعض الابراج. يعني خلوني مثلا اقول لكم ان الابراج اللي مستمرة معاكم في بعض المشادات شوية، ولكن هيتحل الموضوع ده من خلال او من يوم 12 في الشهر هيبدأ الموضوع معانا يتحل، يعني في خلال الاسبوع الثاني. هيكون عندنا برج الاسد والجدي، الابراج الترابية العذراء والجدي، من الابراج الهوائية الميزان شوية لان الميزان برج الجدي عايز يقرب منه. عندنا برضو من الابراج المائية برج الحوت وبرج السرطان. يمكن الابراج دي انت على شد معاهم، على اختلافات في وجهات النظر، على انك نفسك تلاقي حاجة منهم ومش عارف، او ان انت نفسك تعوض نفسك، تعوض كرامتك، تعوض شيء انت يمكن خسرته، وجعة انت اتوجعتها، ولكن انت مش عارف. الدنيا هتبدأ تتحسن معانا بشكل تدريجي يا برج الجدي. برج الجدي عندنا كمان في حاجة مهمة كتير، الوضع الدراسي عندك، او ممكن يكون عندك انك عايز تعلي نفسك في الوضع المهني، فبالتالي بتاخد دورات تدريبية او كورس يعني في الشغل بتاعك، او مجال اضافي بتحاول تطور نفسك برضو في الوضع المهني، وده على فكرة انا شايفاه ان هو شيء رائع. وعلى فكرة كمان وقت مناسب جدا جدا يا برج الجدي ان احنا نكمل دراسة، نكمل ناخد كورسات، نطور من نفسنا، نكبر من نفسنا، وقت مناسب كتير، لان ده هيساعد على اضافة الطاقة الإيجابية بشكل قوي، ده يخلينا ان احنا يكون عندنا فكرة افضل، عندنا ابداع اكتر، عندنا تميز. عندنا كمان من خلال الحاجات المهمة اللي هتكون موجودة في خلال الاسبوع، عندنا في انتصار، عندك انتصار ليه علاقة بمسألة قانونية، بموضوع ليه علاقة بجدل، بإثارة، عندك في انتصار، انتصار ان رأيك اللي هيكون صح، ان انت اللي هتكون الافضل، ان انت اللي هتكون المبدع، انت اللي هتكون عندك الكلمة، فهيكون بالظبط انت عندك حالة من الانتصار القوي. شايفة ان في تميز حلو، شايفة ان في ايجابية خلال الاسبوع التاني بداية من يوم 12، يمكن عندنا يوم 8 9 10 شوية فيهم بعض الارتباكات، توتر
او في حيره من موضوع، او ان عندك يمكن داخل مسابقه ما كنتش عارف هل فيها مكسب فيها خساره، يمكن عندك ان انت مسؤوليات ضخمه عليك فبالتالي مش عارف تدي القرار الصح او الاختيار الصح، لا هيكون عندنا بقى في خلال اخر 4 ايام يكون في عندك الصح كله، عندك في التميز، عندنا يعني الدنيا عندنا هتتحسن جدا جدا. برج الجدي عندنا يوم 11 يوم 12 يوم لحد الاخر في عندك انقلابات هتقلب الموازين لصالحك، بس في البداية انت هتفكرها انها مش لصالحك. يعني ايه الكلام ده؟ واحدة واحدة. عندك في قرار او في مواضيع انت شايف ان هما ان انت كنت غلط او هما غلط او الدنيا مالها انا مش فاهم حاجة، هتحس انك متلخبط انك متوتر، يمكن تحس ان انت مطالب بدفع فلوس، يمكن تحس عندك مسؤوليات مخلياك مشتت، يمكن وقت كمان نومك انت نفسك تنام جدا وعندك كسل وعندك خمول وعايز تنام، عايز انام بس بسيبوني ما اعملش اي حاجة في الدنيا الا انام، لكن انت مجبر انك تقوم وتسعى وي وي، لكن هتعرف قيمة ده في خلال من بعد يوم 12، هتعرف قيمة التعب اللي انت هتتعبه. وعلى فكرة ده بيرمي ليه خلال الفترة اللي جاية، تعبك عندك تعب ومسؤولية خلال الاسبوع التاني مكمل معاك طبعا، بس النتيجة بتاعته هتعرفها فيما بعد، هتعرف النتيجة الحلوة القوية المميزة فيما بعد. على فكرة برج الجدي انا عايز اقول حاجة كده بشرة حلوة، وعشان ليها علاقة بخلال الشهر ده اساسا، ان عندك في الفترة دي موضوع او مشروع او قرار او ايا كان، لازم ان انت تصمم على قرار، لازم ان انت تاخد قرار نهائي فيه، هيرمي الموضوع ده لوقت الوقت بتاع اعياد ميلادنا، هيكون بالفعل يعني الوقت ده مناسب كتير جدا جدا للتغيير فيما بعد، ليه مرحلة قوية جدا جدا من التغيير والايجابية، فخلينا ان احنا نتحمل المسؤوليات بصدر رحب، لان عندك بالفعل في نتيجة ايجابية، يمكن بالنسبة لك النتيجة متأخرة شوية ولكن هي هتكون قوية ومميزة. عندك وضع العاطفي فيه اعجاب بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين في الفترة دي، فترة اعجاب قوي، في اشخاص كتير معجبين بيكم، او في اشخاص اللي هو من الاخر كده زي ما بنقولها ان حد هيكون معجب بيكم فبالتالي يجيب لك عريس من يعني مش هو العريس او هي العروسه، لا او في حد تبعي انا هجيبه لها مثلا، في حد كده، فعندنا الوضع ده. برج الجدي كمان عندك انك عايز تهادي حد، عايز تزور حد، او عندك زيارات عائليه متبادله ده موجود، ولكن انت عايز تهادي حد كمان من خلال الزيارات دي، فعندك ده جدا جدا، وده هيضيف لنفسيتك بصوره قويه، لانك الفتره دي محتاج للوضع الاجتماعي، محتاج ان انت تكون قريب من الاشخاص. ما تزعلش على حاجه فاتت يا برج الجدي، ابتدي صفحه جديده، ما تخليش ان الغيره تخليك او تحطك في موضع ان انت شايف اللي قدامك خاين او غدار، احذره جدا من موضوع الغيره، لان الغيره هتكون شويه موجعه خلال الفتره دي برضو، وممكن تكون كلها حاجات وهميه. الوضع الصحي لازم اخلي بالي جدا جدا، لان التاثير النفسي بينقص المناعه، ودي مشكله احنا ممكن نواجهها في ظل ان في كورونا. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا حاليا بحضر التوقعات ال 2021، يعني برج الجدي خلصت جزء كده، اللي فيه جزء تاني بقى اللي هو ليه علاقه بالحاجات الاجتماعيه لسه بنكملها، فبعمل في التوقعات 2021، يعني لو تلاحظوا ان انا عيني ما بنامش نوم كافي، لان الموضوع شغال معايا ورق وحاجات قد كده وترتيبات وكلام من ده. عندنا فترة حلوة، استعدوا لان اللي جاي على قد ما هو يعني رائع، على قد ما هو السهل الممتنع، انا على فكرة مسمية سنة 2021 السهل الممتنع، لان هي سنة رائعة جدا جدا وجميلة جدا وفيها انفرادات قوية، ولكن فيها حاجات كتيرة صعبة، اعذروني بقى جات معاكم. عامة برج الجدي بشكركم كتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة تفعيل الجرس. سلام.